الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاحمل منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. سمي كراتو دان سوكا لغا باشي ني عيسى القاسم